Kiss or slap? Slap. Oh my god! على يوغا. يؤلم. يوغا. يؤلم. يوغا. لا يؤلم. يوغا. فاكر لما قلت لي هخليكي اسعد واحده في الدنيا؟ مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر. انت هتصعبط عليا. اسعد بيسلم عليك وبيقول لك احي. بيقول لك مره واحد اسمه احمد بص في الساعه لقاها واحده قام حضنها. والواد ده برضه شعر كير اللي بيلمع. تعالى شعر كير اللي بيلمع. ايه ده؟ ما شاء الله ده حلو قوي. عجبك؟ اه ده 100 جنيه. لا ده لو سرحته هيكون ناعي. ما تتكلمش. اتكلمت ليه؟ كان شكلك حلو وانت ساكت. ما تتكلمش. اسكت يا بابا اسكت، صوتك بيعمل مشاكل مع الناس. وتسالوني بعشق مين؟ نسوان في سن الـ30. هم نط. واللي خلق الكون الدماغ سم، بس حظكم ان القلب ابيض. مش ممكن تكوني شلت الميك اب فشفتي واحده تانية. انزل يا مدال. يعني مين ابن مين؟ اذا عجبتك اضغط لايك. سبحان الله سبحان الله. هي الحلوه كده، يا تتخان نسوان تاني يا عمر، يا تتخزوق اي وريني، يا تتطلق. كل حاجه زفت وكل حاجه غلط. ولو حظها عنب بقى تقع لها على واحد شلح، تقعد تكفر ذنوبها طول عمرها معاه لحد ما تقابل وجه كريم. احساس ماليني وفي خوف ودموع في عيني مش قادر ادريها. انا مش قادر اصدق ظروف ما عنداني بتجبرني حبيبا. ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. بقول لك ايه يا كوكا، هتاكل بضاني؟ ايه ده؟ يا بنتي مش جعان والله. بقول لك ايه، مش هتاكل بضاني؟ يا نهار اسود ومنيل على المفاجأة فوز. يعني انا هطلب اكل لوحدي؟ طب ما تطلبي في ايه؟ ما فيش فلوس يعني؟ نوال الاسطورة ده ابراهيم عليها جوز. جوز الاستاذة نوال. عليها جوز حمام قطير ابراهيم. ما فيش حد مؤدب دمه خفيف. ما فيش خالص. كل اللزاز اللي دمهم سكر دول صيع ما تربوش. ذكية يا بنت النور. كلهم ما شافوش تربية بجنيه. معروفة يعني. محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش في الاصول. الراجل التوكسيك بيبقى عنده ثقه فشيخه في نفسه. بجد بجد ربنا يحميني، انا مبهور بيا. في الغالب بيكون شاطر جدا في الفليرتنج والسكس، وكل مره اقول له عيب يعني اتجوزه يا اخي، اتجوزه بدل ما انت عامله في خلق الله ده. وعنده مهارات بتخلي البدايات اون فاير. الراجل العادي ما بيبقاش غامض كده ولا مثير للاهتمام او الانتباه. حويت يا اشرف. ولازم يتشقلب حواليكي عشان تاخدي بالك منه، وعاده بعد ما ده بيحصل 90% منهم بيترموا في الفريند زون. اخلع اللي بعده. الوضوح والصراحة وعدم القدرة على التلون والتلاعب بالعقول حاجة صح جدا، بس عكسها جذاب للأسف. يعني أعمل إيه؟ وده اللي بيخلينا نتخذ الراجل السوي كصديق ونلبس الراجل التوكسيك. إيه أنت فاهم حاجة؟ لا بس عشان يبص لي وبعدين؟ وهشرح لكم ليه هو أكثر جاذبية وقدرة على الاقتحام، وممكن تفضلي معاه سنين بتعاني بس مش عارفة تخلعي. لا إحنا بننام بدري وأبويا عنده شغل الصبح. في نوع من الرجاله مجرد دخولهم في حياتك بيسبب لك حاله من الفوضى اللي مش هتحسيها من اول يوم. ومش ضروري تكون فوضى بالمعنى المتعارف عليه، بس هتفهمي ده بعد ما تقضوا شويه وقت حلوين سوا، لانهم بيبقوا سبب قوي في حاله لخبطه الهرمونات او الهرمونز رولر كوستر زي ما بيتقال عليه. انا الاسود على الكلام، سواء بالسلب او بالايجاب، وبيخليك تحسي بلعبكه شديده بين احساسين مهمين جدا. مالك يا رب؟ تعبانه يا رانيا، تعبانه. ودايما النوع ده من العلاقات مع الاشخاص دول بتبدا حلوه بزياده، وبيبقى فيه نوع من الكمال في البدايات، وهتلاقي الست نفسها بتوصف الراجل بصفات عظيمه في الاول. يا عره يا جبانه يا دليحه، والنبي طبعا حرام لو تاخد مني عليك بوك.
وبتقول لصاحبتها عنه شعر، مشاعر متأججة ولطف زايد من الراجل، هيهتم بتفاصيلها وهيدخل لكل ثغرة في حياتها تدريجيا وبدون مطاشات. ده فشيخ، ده فتيق، ده كل حاجة. وهنا هيبدأ يحكم سيطرته عليها، وبعد شوية تبدأ الألوان الحقيقية تبان، وتبدأ تاخد الأمور منحنى التدهور والكيرف ينزل، بس بتبقي غرستي عاطفيا ووارد جنسيا. أقولك إيه؟ اسمع بقى يا راجل أنت، أنا هتجوز النهاردة ولا مش هتجوز الليلة دي؟ عايز تفارق؟ قول. أنا ما باخدش غياب وحدود، لكن تلعب بديلك أقطعهولك يا أبوه. أقولك إيه؟ يلا لمي حاجاتك كده واتكل على الله. وتلم القرد على النساس قعدوا يجيبوا في سيرة الناس. وإيه اللي سكتك المدة الطويلة دي كلها؟ تلم القرد على النساس قعدوا يجيبوا في سيرة الناس. انت ما قدبكيش غير بيت الطاعة. وتعبان الكبل روشتة وبحب هنالك لمسة يد، هنالك لمسة يد، هل هي متعمدة أم لا؟ أكيو من قلبي لحضرتك. إيه اللي فاكم دي؟ فاكم دي نعرفها بالأفلام الأجنبية، مش أنا اللي اتقال نزهة بالجحيم يا مكرمية. أعذرني أنا شاقت مزتك. دوق 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 ما يهمكش. كانت نايمة في حضني في شقتك. إيدك هو ده وقته؟ كانت نايمة في حضني في شقتك. بتعمل إيه يا ابن الكلب؟ أنت فاهم التحرش؟ الست الكل اللي بتعلق لي وتقول لي فيها نغم، مفيش غير الكلام عن العلاقه بين الرجل والست. اوبا اوعى يلا. طب بالله عليك، وفي حاجه تورط الست وتحل الست يا عم؟ اهدى شويه. وتخلي الست كده شبه القمر يا عم. اهدى ماشي. والبدر المنور غير العلاقه برضه بسيطه. السلام عليكم الكل اخواتي، معاكم ادهم بس وهتشوف ايه. هننفجر ولا ايه؟ عندنا فرشة جيبس من تلاسينا جديدة جديدة. اتفرج. ايه سلم ادع. انا عايزك تتفرج وتحلم. اتفرج 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 اتفرج. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، ده عايز يتعالج ويجينا. وعلى رأي المثل عايد في المطر وقول مش دموعي. ستين أمي، أنت مين يا عم المرعب؟ واجيبهم في السحلب وقول مش بتوعي. إزاي بقى؟ أنا عايز حضرتك تقنعني إزاي؟ إيه بقى؟ إيه ده؟ ايه يا ابن القرف ده؟ انت مصورة مني ليه؟ اهو غلاسة كده. انا شكلي كده خدت خازوق مغري. الشرف الشرف يا بنت الكلب الشرف. ده اللي ما جربش الحب فات وبقى بقى لمدة سنين. بلاش وانا اللي حاسس ان في قلة ادب في الفزورة دي.